هذه الحلقة من 5 أشياء برعاية Assassin's Creed Odyssey. حلقة 5 أشياء اليوم راح نتكلم فيها عن 5 كلمات مشهورة في عالم الألعاب ونسمعها كثير، لكن فعليا أغلبنا ما يعرف وش معناها أبدا. خليكم معنا. لعبة ستريت ريج من نوع بيت موب ومن تطوير شركة سيجا. الشخصية الأساسية في اللعبة أكسل في الجزء الثاني من السلسلة كان عنده حركات خاصة يسويها. واحدة من الحركات كان يضرب يده على فوق، مع الضربة كان يقول كلام واضح وكل واحد كان يسمعها بطريقة، أحد يسمعها ريساباو وثاني يسمعها ديسوبا، لكن في الحقيقة هو يقول جراند أبا أو اللكمة العلوية. ونحب نضيف معلومة بأنه في عملية التطوير للجزء الأول كان اسم الشخصية بالأصل هوك، ولكن تم تغييره بعد الانتهاء من اللعبة. الكلمة الثانية اللي عندنا هي من لعبة كراش بانديكوت، وبالتحديد القناع أكو أكو. القناع هو المدافع عن كراش وكان معاه في أغلب الأجزاء، والكلمة اللي دائما يقولها كنا نسمعها وناس تسمعها رولتوكا. المهم أنه ما كان في أحد عارف إيش هي الكلمة بالضبط، بس الصحيح وعلى حسب كلام المطور أن الكلمة أصلا ما لها معنى، يعني جبرش، والناس كلها كانت تتألف من رأسها كلمة. وممكن في معلومة الكثير ما يعرفها ان اسم القناع وشكله مأخوذ من مطعم اسمه أكو أكو، وكانوا حاطين قدام الباب تمثالين كبار على شكل وجه. اللعبة الثالثة هي الجزء الرابع من سلسلة ألعاب Resident Evil 4. القصة باختصار كانت ان الشخصية الرئيسية ليون يروح لأسبانيا عشان ينقذ بنت رئيس أمريكا، والعدو الأساسي في اللعبة هم فلاحين يتحكم فيهم طفيلي في راسهم وصاروا بسببها عنيفين. المهم ان هذول الفلاحين برغم ان اللعبة انجليزية الاعداء نفسهم يتكلمون اسباني. وبسبب هالشيء كثير ما كان فاهم ايش يقولون، ممكن البعض ما كان يدري اصلا انهم يتكلمون اسباني. كلمة معانا هي من سلسلة العاب القتال المشهورة ستريت فايتر، والكلمة يقولها الشخصية الرئيسية ريو لما يجي يسوي حركته المعروفة حدوكن. الكلمة كانت غير مفهومة وقت ما صدرت اللعبة، والأغلب إذا مو الكل ما كان فاهم إيش هي الكلمة، يمكن بسبب سوء هندسة الصوتيات في وقتها. الحركة تم اقتباسها من أنمي قديم اسمه سبيس باتل شيب ياماتو، لأن كان سلاح اسمه وقتها هدوهو. حدوكن. آخر كلمة معانا من سلسلة ألعاب القتال مورتل كومبات مع شخصية رايدن، وهو أحد الشخصيات الأساسية في اللعبة، موجود من أول أجزاء السلسلة اللي صدرت في سنة 92. والشخصية هذه عندها قدرات خارقة مثل التنقل والطيران، ويقدر يتحكم بالعناصر مثل البرق وغيره، وعنده حركة معروفة اسمها توربيدو اللي يطير ويروح للخصم ويضربه، ولما يسويها يقول كلام غريب يضحك. ما كانت واضحة الكلمة، في ناس تقول انه يتكلم جمل يابانية، وناس تقول يتكلم انجليزي، في ناس تظن انه يقول جمل مثل give me my money ولا get back in the car، لكن الشركة المطورة ميدوي صرحوا وقالوا انه ما يقول جملة مفهومة، كان جبرش، كلام فاضي وكلام ما له اي معنى. هذه كانت حلقتنا الخمس اشياء، يعطيكم العافية على المتابعة. لا تنسون يا شباب تشتركون بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، اعطونا لايك واقترحوا علينا في الأسفل الفكرة الجاية لحلقة 5 أشياء الجديدة. كان معكم محمد البسيمي، مع السلامة.